خلينا دلوقتي نروح نتابع أهم أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة مع مراسلتنا هنا أبو القاسم، هي موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ونرجع نكمل. صباح الخير يا هنا. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، وطبعا زي ما قلتوا يا نهواندو يا كريم، النهاردة الفريق عنده مباراة مهمة أمام فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري. خلاص بقى نقفل صفحة أفريقيا ونركز طبعا على بطولة الدوري، لأن طبعا النادي الأهلي دايما بينافس على جميع البطولات. خلوني بقى أضيف على كلامكم، امبارح الفريق اختتم استعداداته وتدريباته هنا في مقر الجزيرة طبعا على استاد مختار التتش. بشكل عام يعني كالعادة الجهاز الفني كان حريص على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، عشان بقى يحدثهم عن بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة اليوم. بعد كده طبعا كان في فقرة إحماء، وبعد كده تدريبات فنية بالكرة، كل ده استعدادا لمباراة اليوم. وبعد كده طبعا دخلوا في معسكر مغلق، بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله نحصد 3 نقاط جداد في الدوري. نروح بقى للالعاب الاخرى ونبدا برجال كره اليد، ورجال كره اليد الى نهائي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه طبعا بعد تخطيهم لعقبة دون بوسكو الافواري، بنتمنى لهم كل التوفيق. الفاينل طبعا هيكون غدا امام فريق الزمالك، ان شاء الله كمان يقدروا يفوزوا على الزمالك وبطوله كاس الكؤوس تكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. كمان بقى خلوني افكر جميع مشاهدينا بمشوار النادي الأهلي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، يعني طبعا زي ما قلت كان تخطى عقبة دون بوسكو في نصف النهائي، في ربع النهائي طبعا كان قابل نيامي بطل النيجر وقدر أيضا يفوز عليه، وفي دور المجموعات فاز في جميع المباريات، حصد 9 نقاط طبعا وتأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة، يعني كان واجه فاب الكاميروني، كيركوس الإثيوبي، ودون بوسكو الإفواري. إن شاء الله زي ما قلت غدا أيضا يفوز على الزمالك ويتوج بالبطولة. أخيرا بقى نروح للعبة تنس الطاولة، أمس رجال تنس الطاولة قدروا يحققوا فوز على فريق الزمالك بنتيجة 3-0، ده طبعا ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى من بطولة الدوري. الحقيقة أنه رجال تنس الطاولة عملوا مباراة كبيرة جدا، كانوا مسيطرين على مجريات المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، برغم طبعا من أن الزمالك أكيد منافس قوي، لكن السيطرة الكاملة كانت لرجال النادي الأهلي. خلوني كمان أفكر مشاهدينا بمشروع رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، يعني في الدورة المجمعة الأولى فازوا زي ما قلت طبعا على الزمالك، أيضا فازوا على الإسماعيلي بنتيجة 3-0، على مصر للتأمين بنتيجة 3-0، وكمان على الحوار بالمنصورة بنتيجة 3-0. النهاردة إن شاء الله هيكون عندهم مباراة أمام إمبي، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق إن شاء الله يكملوا على نفس الأداء. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. مشكورة جدا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية، شكرا ليكي.